السلام عليكم اخوتي، نتمنى من الجميع يكون بخير وعلى خير. من قناه امير الحلاق نتمنى تكونوا بالف خير وفي الصحه والسلامه ان شاء الله. المهم هذا الفيديو كيف ما شفتوا في المينياتور وصلنا لاكثر من 100 ألف، وان شاء الله وصلنا للجائزه اللي كتعطيها اليوتيوب الناس اللي وصلوا اكثر من 100 ألف. الجائزه الصراحه بالنسبه لاي صانع محتوى في يوتيوب كيبغي يحس بهاد الاحساس الزوين، يعني ملي كتخدم على قناه ديالك وكتشاهد عليها واخر شيء كتحصل على هاد الجائزه اللي هي غير بدايه ديال الطريق، يعني البدايه ديال صانع المحتوى، ماشي جائزه ديال انك صافي راك وصلتي. لا بالعكس، هاد الجائزه كتزيد تشجعك باش تزيد تعطي اكثر واكثر. المهم هذه الجائزه وصلتني اليوم. قبل ان شاء الله ما ندوزو نشوفوا الجائزه ونكتشفوها، بغيت نوجه واحد الرساله للعائله ديالي، اولهم منهم الوالده اللي كانت مسكينه ديما كتشجعني. وفاش كنت اول مره كنصاوب فاش يلا صوبت القناه الفيديوهات ديالي الاولين اللي كنت درت، مسكينه كانت كتبارطاجيهم مع الناس وكتقول الناس دخلوا القناه ديال ولدي. المهم كنوجه لها تحيه وراها عزيزه بزاف. والناس اللي كنت كنصيفط لهم القناه ديالي في الاول فاش يلاه صاوبتها حتى هما تنقدم لهم الشكر بزاف، وكنشكر اي واحد ساهم في هذه اللحظه هذه، وكنشكر كاع الناس اللي دعموني سواء بلايك سواء بارطاج سواء بتعليق، كنشكرهم كاملين. و الناس اللي كنت كنصيفط لهم القناه ديالي، منهم كليان ديالي كنت كنصيفط لهم القناه ديالي فاش يلاه بديت، كاين اللي كيبغي يدير ابوني كاين اللي لا، ماشي مشكل، اي واحد حر في الاختيارات ديالو. ما يمكنش تبزز على الناس شنو بغيتي انت ولا يعني عادي. الحمد لله القناه وصلت لاكثر من 100 ألف على ما اظن، انا ما شفتش شي 124 ألف مشترك. الحمد لله، اللهم لك الحمد. وكنتمنى للجميع التوفيق، واللي بغى شي حاجه يخدم عليها وان شاء الله غادي يوصل. المهم باش بلا ما نطول عليكم، الجائزه جاتني اليوم في الصباح، هو عباره عن درع فضي للوصول اكثر من 100 ألف مشترك. الناس اللي عندهم قنوات في اليوتيوب المبتدئين يحاولوا يخدموا، حتى هادشي راه ما تيجي ساهل. باش بلا ما نقول لك شي واحد لا هاد اليوتيوب راه ساهل، غتمشي غتلقى الناس كتسنافك وغتلقى الناس كتدعمك وغتلقى الناس كتبارطاجي، ما كاينش هادشي. يعني المحتوى ديالك خصك تخدم عليه باش يطلع، باش الناس تستافد وتبغي يكون عندك واحد الجمهور. المهم كنعاود نشكر الناس اللي وقفوا معايا النهار الاول فاش يلاه درت قناه، كنبغي نشكرهم بزاف. ولا بغيتي يعني الا بغيتي توصل لواحد المستوى زوين في السوشيال ميديا خصك خدمه، يعني خصك خدمه وخصك محتوى، يعني يكون عندك محتوى انك تفيد الناس او محتوى تعليمي الى اخره. هذه لادريس ديال العنوان والى اخره. المهم غادي نفتحوا الدرع، كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي مبوكس، علاش احسن لحظه بالصراحه هي هذه فاش كتكون كتفتح في هذا الدرع هذا. المهم هذه كارت فيزيت ديال هذا اللي صنع الدرع، يعني اللي صانع الدرع، هذه الكارت فيزيت ديالو. وهنا كاتب لي شكرا، وصلتي ل 1000 ل 100 ألف مشترك ونتمنوا لك. المهم الى اخره تترجموها. وهنا عندنا سوزي متينيه هنا، شكرا لك سوزي من هذا المنبر، يعني كرسالة شكر وتقدير للمجهود. وحان الوقت. مهم هذا هو الدرع، هذا هو الدرع الخوت كيف ما كتشوفوا، درع 100 ألف أمير الحلاق، وصول قناة 100 ألف مشترك. صراحة
كتحس به، كتحس بالدرع انه شي حاجه. الحمد لله حنا بالنسبه لنا لصانع المحتوى كان يعني شي حاجه اللي رمزيه في الصراحه يعني، وما كتضربش تماره كيف كيقولوا فابور. المهم هذا هو الدرع، كيجي على هذا الشكل، كيجي اللور ديالو كيعطينك سميتو باش تعلقو. هذا هو الدرع الخوت، صراحة احساس زوين بزاف انك مثلا كتاخذ واحد الجائزه اللي كانت الثمن ديالها هو المجهود ديالك، والحمد لله ربي ما كيخيب حتى حد، واللي في قلبه الخير ربي غيعطيه ليه. وما نساوش رضات الوالدين اهم من هادشي كامل، يعني من كيكونوا رضات كتكون رضات الوالدين كيكون الحمد لله انسان موفق، والانسان خصو يبغي الخير غيلقى الخير ان شاء الله. المهم هادي جات معايا يمكن ديال باش تنيطواي الدرع، وهنا كيقولوا لك كاين الدرع ديال 100,000 والدرع ديال المليون والدرع الماسي على ما اظن 10 مليون مشترك، مع ان شاء الله عقب هاد مليون مشترك في القناه ان شاء الله، علاش لا، وعلاش لا حتى 10 مليون. يعني الانسان يطلب ديما التوفيق من عند الله ورضات الوالدين. المهم هذا هو الدرع كيجي على هذا الشكل. هذا نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وهذه رساله لاي واحد خدام على القناه ديالو انه ما يستسلمش ويخدم ويكون المحتوى ديالو اصلي الا بغيتي تقبل، حيت هاد الدرع ما كيتعطاش لاي واحد. يعني ملي كتوصل ل 100,000 كيدخل واحد الموظف في يوتيوب كيشوف القناه ديالك واش المحتوى ديالك اصلي، وكيبقى يراجع فيها وكيشوف داكشي واش مقاد. الا كنتي مؤهل انك تحصل على الجائزه راه كيصيفطوا لك ميساج وكتقوم ببعض الاجراءات حتى كيوصلك الدرع حتى لباب الدار. ولا ما كنتيش مؤهل، يعني الا كان شي محتوى ماشي ديالك او المحتوى كيكون زعما ماشي من ضمن داكشي اللي باغين هما، ما كيقولوا لك انت غير مؤهل لنيل الجائزه. المهم هذا هو الدرع الخوت، ما تنساوش لايك سبسكرايب، خليو تعليق في كومونتير، خليو تعليق في ما تنساوش لايك سبسكرايب، خليو تعليق، وان شاء الله جيل جديد من قناة أمين الحلاق. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.